السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي. احنا النهاردة بنعمل comparison between Celsius thermometer and medical thermometer، دي لأن دي مهمة جدا ودائما بتيجي في الامتحانات. compare between Celsius and medical thermometer. طب ايه اوجه الcomparison او point of comparison؟ من حيث الاستراكشر، طبعا السيلزيوس ثرمومتر والميديكال ثرمومتر هاف ذا سيم ستراكشر. الاثنين عندهم جلاس تيوب، كابيلاري تيوب، اند ميركوري بالب. الميديكال ثرمومتر هاز جلاس تيوب، كابيلاري تيوب، اند ميركوري بالب، ماشي. لكن ممكن بيختلفوا من حيث الرينج اوف سكيل. فنلاقي في السيلزيوس ثرمومتر السكيل بتاعه، يعني ايه الجراديويشن، التدريج بتاعه يبدا من كام وينتهي بكام. الاقي السيلزيوس ثرمومتر ستارت فروم 0 ديجري سيلزيوس تو 100 ديجري سيلزيوس، وايل ذا ميديكال ثرمومتر ستارتس فروم 35 ديجري سيلزيوس تو 42 ديجري سيلزيوس. وبرده بننوه بنقول ان بالنسبه لل 0 ديجري سيلزيوس في السيلزيوس ثرمومتر هي دي الميلتنج بوينت بتاع الايس، وايل 100 ديجري ذا بويلنج بوينت اوف اي اف ووتر. لكن في الميديكال ثرمومتر بنقول ان احنا النورمال بادي، النورمال هيومن بادي تمبريتشر بتساوي 37 اي ديجري سيلسيوس. يبقى احنا كده الجراديويشن بتاع السيلسيوس ثرمومتر فروم 0 ديجري سيلسيوس تو 100 ديجري سيلسيوس، الميديكال ثرمومتر فروم 35 ديجري سيلسيوس تو 42 ديجري سيلسيوس. من الحاجات برضو اللي بتبقى مختلفه ان وجود الكونستريكشن، الاختناق او الكينك اللي موجود في الميديكال ثرمومتر مش موجود في السيلزيوس ثرمومتر. فالكونستريكشن ان ذا سيلزيوس ثرمومتر هاز نو كونستريكشن، وايل ان ميديكال ثرمومتر هاز كونستريكشن. وبرده بنذكركم اولادي الكونستريكشن كان له اهميه كبيره ان هو بريفنت ذا ميركوري فروم ريتيرنينج باك تو ذا ميركوري بالب افتر يوزنج ذا ثرمومتر. سو وي كان ريد ذا تمبريتشر from the medical thermometer easily. كمان الـ liquid used in both Celsius and the medical thermometer هو نفسه اللي هي مادة الايه؟ ايوه الميركوري في in both Celsius and the medical thermometer have mercury as a liquid inside the thermometer. طبعا الـ usage، طبعا بالنسبة للسيلزيوس ثرمومتر قلنا قبل كده ان هو used to measure the temperature of liquids. measure liquids temperature. while medical thermometer طبعا used to measure human body temperature. بكده ولادي نكون احنا عملنا الجزء المهم جدا بتاعة ال comparison between Celsius and the medical thermometer، وارجو ان انتم تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for joining us.